معنا عبر الهاتف الأستاذ كمال ديب، البروفيسور كمال ديب، أستاذ الاقتصاد في الجامعة. بروفيسور ديب، مساء الخير، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ قدم. أهلا بك. طيب، يمكن القول البروفيسور ديب بأن هذه هي الخطوة تقريبا الأخيرة، نصوص تطبيقية الآن من طرف الحكومة في انتظار موافقة البرلمان على قانون المالية للشروع في صب الزيادات في سنة 2023 بالنسبة للأجور ومنحتي التقاعد والبطالة، أليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهو كذلك، يعني هذا كما يقولوا المنعرج الأخير في مسار اعتماد الزيادات على مستوى أجور الوظيفة العمومية وكذلك أجور العمال على مستوى القطاعات الأخرى، كذلك بالنسبة لمنحة البطالة وكذلك منحة التقاعد. نظن أنه في السابق كان هناك قرارات تتخذ من طرف الحكومة يتم مناقشتها على مستوى البرلمان، يتم منح الموافقة من طرف نواب الشعب، ولكن عملية تطبيق هذه الزيادات كانت تتأخر لبعض الأشهر نتيجة التأخر في إصدار النصوص التطبيقية لهذه القرارات التي تخدم الصالح العام. لكن الآن نظن أن رئيس الجمهورية أراد أن يسرع في الأمر وأراد أن يقوم بعملية استباقية، وهو أن يحضر حزمة النصوص القانونية بدفعة واحدة، يعني بما فيها قرار الزيادة التي سيعتمد من طرف الحكومة عن طريق نواب الشعب في إطار قانون المالية 2023، وكذلك تحضير تلك الحزمة القانونية التي تساهم وتساعد الآمري بالصرف على مستوى المؤسسات المختلفة وعلى مستوى على مختلف المستويات اتخاذ قرار من هذه الزيادة في أخذ قراراتهم وتطبيقها على أرض الواقع. وهذا ضمن هو عبارة عن إحساس من طرف الحكومة بأن القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تتحسن في أقصى سرعة. صحيح، أقصى سرعة وبالشكل الذي يتناسب. حيكون يعني يعطي أريحية للمواطنين. طيب أستاذ ديب، دائما يتكرر السؤال على لسان المواطنين عندما يسمعون أو يقرؤون قرارات مثل هذه، كيف ستتم، متى؟ الآن السؤال متى ربما اتضح بعد المصادقة على قانون المالية 2023 وإصدار نصوص تطبيقية راح تكون صب الزيادات اعتبارا من بداية جانفي 2023، لكن السؤال دائما المواطن يسأل كيف وما مقدار هذه الزيادة، ما هي السيناريوهات المطروحة في ظل الأوضاع الاقتصادية، دعنا نقول المريحة بسبب ارتفاع النفط، سوناطراك تتوقع ارتفاع في المداخيل، والحكومة تتحدث عن تنويع حتى في هذه المداخيل. حتى بالنسبة للسعر المرجعي التي اعتمدته الحكومة فيما يخص إعداد قانون المالية ارتفع إلى حدود 60 دولار، يعني وهذا بزيادة 15 دولار عن السنة السابقة، فيه نوع من الجرأة في الطرح من طرف الحكومة في رفع من مداخيل. وكما نعرف هذه الميزانية هي ميزانية تقارب 98 مليار دولار، يعني وهي أكبر ميزانية رصدتها الحكومة في تاريخها. نظن أن هذه الإجراءات راح تتم عن طريق إما اختيار المساس بالنقطة الاستدلالية على مستوى سلالم الأجور، أو عن طريق التعديل من دخل الضريبة أو الرسم على القيمة المضافة. نظن هذا السيناريو سوف لا يتأخر الوزير الأول أو وزير المالية في أنه يمنحنا المقاربة، لأن المبالغ المالية المرصودة الرسم على هذه الزيادة قد رصدت في ميزانية الدولة. بقية الكيفية التي سوف يتم اعتمادها هي التي بقيت في السجال. يعني الحكومة لن تخرج عن السيناريوهات السابقة في رفع الأجور، وقد تم تعتقد مرتين أو ثلاثة في عهد الرئيس تبون. نعم، وهي نعم بطبيعة الحال، وهي على الأقل رفع الضريبة عن الدخل الضعيف أو مراجعة النقطة الاستدلالية بالنسبة إلى كل فئة. هذا هما الطرحين الكبيرين التي يمكن الحكومة أن تتخذهما، إما معالجة القضية عن طريق الرفع في النقطة الاستدلالية، وهذا نظن أنه يكون نوعا ما مستبعد. نظن أنه راح يكون تعديل على مستوى الرسم على الضريبة على الدخل الإجمالي، وكذلك ربما سوف يكون هناك
رفع في بعض في النقطه الاستدلاليه من حيث عدد النقاط وليس من حيث قيمه النقطه الاستدلاليه. يعني هذا الخيار يبقى حسب امكانيات الحكومه، حسب امكانيات الماليه للحكومه، وحسب الرؤيه التي تراها الحكومه في تطبيق هذه العداله الاجتماعيه في اطار رفع من الاجور، خاصه انها حددت انه الطبقات التي يمسها هذا التعديل سوف تكون الطبقات الدنيا والطبقه المتوسطه، اصحاب الاجر الضعيف من الغبن على هذه الطبقتين. طيب الان بالنسبه الى منحتي البطاله والتقاعد استاذ ديب، تقاعد خصوصا ان وزير العمل كان كشف عن اعاده مراجعه ميكانيزمات الضمان الاجتماعي ككل وصناديق هذا الضمان الاجتماعي، وايضا التقاعد هنالك خلل في هذا الصندوق او اختلالات في توازن هذا الصندوق. كيف سيتم رفع منحة التقاعد ومنحة البطالة أيضا من وجهة نظرك؟ هي بالنسبة لمنحة البطالة هناك عدة إجراءات ستتخذهم الحكومة، وقد بشرت في بعضها، خاصة أنها تبحث عن تصفية نوعا ما الناس المحتاجين لهذه المنحة. مؤخرا استمعنا إلى أحد المسؤولين على مستوى وزارة العمل يتحدث يقول أنه من غير الممكن أن يكون هناك بطال ولديه سيارة يمتلكها وهو مصر على أنه بطال. يعني تصفية القوائم تقصد، قوائم المستفيدين، تصفية للقوائم تاع المستفيدين سوف تمنح أريحية للحكومة على أنها توسع والذهاب بعيدا في قيمة المنحة وكذلك في الأشخاص الذين سوف تمسهم هذه المنحة. أما بالنسبة لصندوق التقاعد أنا نظن أنه من أكبر المشاريع أو من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة هي أنها تحاول إعادة التوازن لصندوق التقاعد. المنحة التي سوف ترتفع بالنسبة للمتقاعدين هي عادة دأبت عليها الحكومات السابقة، وهي عبارة عن محاولة للرفع من هذه المنحة حتى توازن القدرة الشرائية التي تدهورت نوعا ما في كل أنحاء العالم بسبب التضخم المعروف إلى غير ذلك. ولكن نظن أنه أهم مشروع من المشاريع التي تقدم بها وزير العمل حاليا هي أنه قرر أنه هذا الأسبوع إن شاء الله راح يطلعنا عن ما هي أهم التغييرات المقترحة على مستوى منظومة تسيير الضمان الاجتماعي التي لم تتغير من سنة 1983. ونحن صراحة يعني كباحثين جامعيين ننتظر بشغف الاطلاع على هذا الوصفة التي يمكنها أن تعيد التوازن لهذه الصناديق، وربما يكون هناك ثورة في ما يخص عملية تمويل هذه الصناديق، ولما لا البحث عن إنشاء صندوق موحد لكل هذه الصناديق حتى يكون هناك نوع من التضامن فيما يخص هذه الحصيلة، وبالتالي نخرج من معضلة العجز الذي يعاني منه، العجز الهيكلي الذي يعاني منه صندوق التقاعد. أنا شخصيا متفائل بهذا النهج في أننا نذهب إلى مراجعة القوانين والإجراءات واللوائح القديمة التي تنظم ممتاز المنظومة الحمائية الاجتماعية في الجزائر. طيب رفع الأجور وصب منح إضافية في التقاعد والبطالة مرتبط بالمصادقة على قانون المالية، ثم استصدار أيضا النصوص التطبيقية. قانون المالية 2023 سمعنا بأنه ما فيهش ضرائب إضافية أو دخل ضريبي على المواطن، وأيضا لا توجد زيادات في أسعار الوقود والبنزين حسب ما قالت بعض الجهات المسؤولة. يعني كيف تقيم الوضع الاقتصادي الذي يحافظ على القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية دكتور، خصوصا مع ارتفاع التضخم في كثير من البلدان وهنالك وصفات عالمية كثيرة والأفامية دق أكثر من باب في أكثر من بلد، ويطالب بمزيد من الإجراءات ومزيد من الضغط على المواطنين وعلى الشعوب؟ يعني إذا كان قارنا الجزائر بقاريناتها وبالدول المشابهة لها في هيكل الاقتصاد وحتى على مستوى منطقة الميناء من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، نقول أن الجزائر تقع الآن في الخانة الخضراء فيما يخص الأريحية المالية والأريحية الاقتصادية.
التضخم الذي يضرب دول العالم، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبريطانيا بالتحديد، والذي ينذر بأزمة مالية واقتصادية حادة في بداية هذه السنة وربما في شهر ديسمبر. الجزائر نأت بنفسها عن هذا السبيل لعدة أسباب. أولا، الجزائر ليست لديها ديون خارجية، الجزائر لديها احتياطي من العملة الصعبة في حدود 54 إلى 55 مليار دولار. الجزائر ميزانيتها لهذه السنة ارتفعت إلى مستوى 98.5 مليار دولار، وهي تحاول يعني بارتفاع بحوالي 25 مليار دولار عن السنة السابقة. الجزائر ميزانيتها لتجهيز السنوات السابقة كان من نوع من التقشف، وبالتالي كان هناك من نوع من الركود على مستوى النشاط الاقتصادي والهياكل القاعدية الكبرى. هذه السنة الجزائر منحت منحة جريء نوعا ما في أنها تحاول أن تحسن من الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ونظن أنه هذه اللفتة من طرف الحكومة في أنها تتبنى ميزانية جريئة بهذا الحجم هي حتما دعم للقدرة الشرائية، خاصة إذا علمنا أن الجزائر تنتظرها في السنوات المقبلة محاولة مراجعة الدعم الذي سوف يصبح دعما موجها ليس دعما عاما، وهذا كله يعني يبشر بأن الجزائر تسير وفق خطط مدروسة على المدى المتوسط، ولا تنظر بنظرة العهدات أو بنظرة السنة المالية الواحدة، وهذا شيء جديد في تسيير المال العام الجزائري وهو شيء يبشر بالخير. بروفيسور كمال ديب، الأستاذ الجامعي في الاقتصاد، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا جزيلا، تحياتي. شكرا.